مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستعرض وإياكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع. أجواء حارة في معظم مناطق المملكة وغير مستقرة في المنطقة الجنوبية الغربية والمنطقة الغربية من المملكة، مع سقوط زخات رعدية من المطر أحيانا. مشاهدينا، فاصل ونواصل. مشاهدينا، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نستعرض وإياكم الأحوال الجوية اعتبارا يوم الأحد. يوم الأحد أجواء حارة في معظم مناطق المملكة. المنطقة الشمالية الغربية العظمى المتوقعة 36 والصغرى 24. المنطقة الشمالية الشرقية أجواء مغبرة وحارة 37 إلى 24. المنطقة الوسطى 38-28. والمنطقة الشرقية أيضا 38-28. والمنطقة الوسطى 38 إلى 27. أما المنطقة الغربية والجنوبية الغربية، حالة من عدم الاستقرار الجوي، أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، مع سقوط زخات رعدية من مطر مصحوبة بالبرق والبرد والرعد أحيانا. والعظمى المتوقعة في المناطق الغربية 37 والصغرى 30. والمنطقة الجنوبية الغربية 27 إلى 20 درجة مئوية. يوم الاثنين أجواء حارة نسبيا إلى حارة في المناطق الشمالية. الشمالية الغربية 36 العظمى والصغرى 24. الشمالية الشرقية 39-26. المنطقة الشرقية أجواء حارة 40-29. والمنطقة الوسطى حارة وغائمة جزئيا، مع سقوط زخات رعدية من مطر أحيانا، خاصة شمال منطقة الرياض وغرب منطقة الرياض. أيضا المنطقة الغربية أجواء غائمة جزئيا مع زخات رعدية من مطر مصحوبة بالبرق والبرد والرعد، العظمى 37 والصغرى 30. والمنطقة الجنوبية الغربية 26 إلى 19 درجة مئوية، مع أجواء غائمة جزئيا وسقوط زخات من المطر أحيانا. ومنطقة الرياض العظمى المتوقعة 41 والصغرى 30 درجة مئوية. يوم الثلاثاء تراجع لفرص الأمطار في المنطقة الغربية والوسطى، لكن تبقى فرص الأمطار موجودة في المنطقة الجنوبية الغربية. والأجواء حارة بشكل عام في معظم أجزاء المملكة. الشمالية الغربية العظمى 36 والصغرى 24. الشمالية الشرقية 37-24. المنطقة الوسطى 42-31. والمنطقة الشرقية 42-28. والمنطقة الغربية 38-29. والجنوبية الغربية مع زخات رعدية من المطر 27 إلى 20 درجة مئوية. يوم الأربعاء أيضا استمرار الأجواء الحارة في معظم أجزاء المملكة. المنطقة الشمالية الغربية العظمى 36 والصغرى 25. الشمالية الشرقية 38-26. والمنطقة الشرقية أجواء حارة 40 إلى 28. ومنطقة الرياض والمنطقة الوسطى 43 إلى 30. والمنطقة الغربية أيضا أجواء حارة 40 إلى 28. والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا، مع سقوط زخات رعدية من المطر 27 إلى 20 درجة مئوية. يوم الخميس استمرار الأجواء الحارة مع تراجع الأمطار أيضا، فرص الأمطار في كثير من الأماكن وانحصارها فقط في المنطقة الجنوبية الغربية. الشمالية الغربية العظمى المتوقعة 38 والصغرى 26. الشمالية الشرقية 40 إلى 28. والمنطقة الشرقية 40 إلى 30. والمنطقة الوسطى 41-28. والمنطقة الغربية 40 إلى 28. والمنطقة الجنوبية الغربية 28 إلى 22 درجة مئوية. يوم الجمعة القادم بإذن الله أجواء حارة نسبيا إلى حارة في المنطقة الشمالية الغربية 37-23. والمنطقة الشمالية الشرقية أجواء حارة 40
40 إلى 25، والمنطقة الشرقية أجواء حارة 41-32، والمنطقة الوسطى أجواء حارة 42-29، وأجواء حارة في المنطقة الغربية 39-29، وأجواء غائمة جزئيا في المنطقة الجنوبية الغربية مع سقوط زخات رعدية من مطر أحيانا، العظمى 30 المتوقعة والصغرى 22 درجة مئوية. مشاهدينا، شكرا للمتابعة، نترككم في أمان الله.